وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن اللكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في التحذير من الكبر والإعجاب، وأن الواجب على المؤمن التواضع. هكذا خلق المؤمن التواضع وطيب الكلام، لا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول جل وعلا في الحديث الصحيح: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلا يجوز للمؤمن أن ينازع ربه في الكبرياء والعظمة، بل ينبغي له أن يخلق نفسه بالتواضع ويجاهدها في التواضع وطيب الكلام واستصغار النفس وعدم التشبه بالجبارين. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في حلة الله يختال في مشيته خسف الله به الأرض فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا فيه الحذر من الكبر والخيلاء، وأن ذلك من أسباب العقوبات العاجلة، كما جرى لهذا الرجل ولقارون لما أعجب بدنياه خسف الله به وبداره الأرض. فالتكبر والعجاب والذهاب بالنفس من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب العقوبات العاجلة. فالواجب الحذر، الواجب الحذر، والواجب الحرص على التواضع وعدم التكبر وعدم تشبه المتكبرين، بل يعرف أنه ضعيف وأنه مسكين، بين حاجة إلى الطعام والشراب وحاجة إلى البول والغائط، لماذا يتكبر؟ بل ينبغي له أن يعرف نفسه وقدره وأنه ضعيف وأنه محل التواضع والانكسار بين يدي الله جل وعلا. وهذا يفيد الحذر من كون الإنسان يتساهل في الأمر، فلا يزال يذهب يعظم نفسه ويتطاول بنفسه حتى يكتب في عداد الجبارين فيصيبه ما أصابه. فينبغي المؤمن أن يبتعد عن أخلاق الجبارين المتكبرين، وأن يحرص على أخلاق المتواضعين الذين يخافون الله ويرجونه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فينبغي المؤمن أن يحذر أخلاق الجبارين والمتكبرين، وأن يعود نفسه التواضع، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. نسأل الله جميع التوفيق. سائلكم الشيخ: من قال لا أبحث لك عن زوجة إلا بمبلغ مالي، ما رأيكم؟ ما لا فيه بس لا يشفع، بس يبحث يدور يبحث يعلمه منها فلان تصلح وما تصلح، يتعب. أما الشفاعة لا يشفع بعوض، الشفاعة لا يشفع بعوض، يشفع إنه زوجونه. أما كون يبحث من المرأة هي تصلح فلا بأس. لا، هو يعرف كثير من الأسر والآباء، يعني بحكم علاقته القديمة شيخ والمعرفة يبحث لي مثلا. نعم، يبحث ووكل يبحث وأعطاه وطه يبحث، ما أعلم فيه شيء، لكن لا يخلع عن الشفاعة أنهم يزوجونه. وش الفرق بينها وبين الشفاعة؟ البحث في التدوين مثل الدلال، والشفاعة يكون يقول زوجه فلان تراه كفو. لا، هو شيخ زي الشفاعة بالضبط، لا يعرفهم من زمان وله وجه ووجاهة عنده. لا، ياخذ يدور على الشفاعة، لا، أما يكون يدور يبحث حتى يقول له ترى هذا ولا ما يصلحون وهذا ولا ما يصلحون. أحسن رأيك، بارك الله فيك. عدم إقبال النصيحة هل من التكبر؟ عدم إقبال النصيحة يكون من التكبر؟ هذا يختلف، قد يكون تكبر، قد يكون إنها ما ناسبت نصيحته، جاهل، قد ينصح بعض الناس وهو جاهل ما يفهم. الوضوء قبل الابتسام للسنة، ابتسام الجنابة فقط أو مطلقا؟ نعم، الوضوء قبل الابتسام من الجنابة. نعم، نعم، والحيض كذلك. بارك الله فيك. صيام شعبان يكون كامل أو نصف كما فعل الرسول؟ يصوم أكثرها أو كله، كان يصومه كله أو أكثرها عليه الصلاة إلا قليلا.
القول بين 15 يوم بذلك شعبان. لا لا بد أن يصوم أكثره ولا كله، هذه السنة. أحسن الله عليك. إذا تبع الصيام من أوله فهل له أن يصوم يصل برمضان أم يفطر يوم أو يومين بينهم؟ إن أفطر بينهما حسن، وإلا لا. تقول بسلمة كان يصومه كله، في بعض الروايات عن عائشة كان يصومه كله. المتفيهقون يا شيخ، المتكبرون فقط أم يتفيهق بكلامه وإغراب الحديث؟ التفيهق والتكبر، إن شاء الله العافية.